السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم برضو عن حاجة مساعدة سريعة كده للناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب. تمام، اتكلمنا المرة اللي فاتت أو في الفيديو من ضمن الفيديوهات اللي اتكلمنا عليها، يعني إن أنت إزاي تعمل سكرين كابشر، وهي البرامج اللي ينفع تستخدمها للسكرين كابشر على الأوبونتو. تمام، ولكن في مشكلة. المشكلة بقى إن الناس اللي عايزة تاخد الفيديو بتاعها ده وتروح رايحة على ويندوز تعمله إيديتنج على برنامج زي سوني فيجاس مثلا، زي كامتازيا ستوديو مثلا هي متعودة عليه، فعايز تعمل سكرين على الاوبونتو وتروح تعمل ايديتنج على الكامتازيا ستوديو او غيره على الويندوز، هتلاقي مثلا ان الفيديو اللي خارج من مثلا برنامج زي الكازم اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ما بيشتغلش على الكامتازيا ستوديو ولا على السوني فيجاس ولا على اي برامج من الميديا بتاعت الويندوز. تمام كده، طبعا برنامج الفيديو بلايرز يعني. تمام، لكن اي برنامج ايديتنج مش بيشتغل عليه الاكسبورت اللي خارج من الكازم فيديو سكرين كابشر. تمام، فده حله بسيط قوي، ان انت هتسطب برنامج اسمه هاند بريك. الهاند بريك دهوت هتعمل له اكسبورت من، يعني هتعمل له انبوت من الاوتبوت بتاع الكازم فيديو. تمام، وهتعمل اكسبورت. الاكسبورت دهوت بقى ينفع ان هو يشتغل على الويندوز، ينفع يشتغل على اي برنامج تاني على الويندوز اوبريتنج سيستم. تمام، فمثلا الاوامر اللي انت هتسطب بيها الكازم هتكون مثلا الثلاث اوامر دولت، ده لو انت عايز تسطب، قصدي البرنامج اللي اسمه هاند بريك. تمام، لو انت عايز تسطب الهاند بريك على الاوبونتو، الهاند بريك ده موجود على الاوبونتو، موجود على الماك، موجود على الويندوز، ينفع انت تسطبه على الويندوز يعني. تمام، فانا ايه بقول لك، مثلا اسهل ان انت ايه تاخد الملفات بتاعتك، لو انت عايز تعمل ايديتنج على الويندوز تاخد الملفات بتاعتك بسرعه وتروح رايح على الويندوز على طول، ايه تشتغل على طول على الكامتازيا ستوديو مثلا او على سوني فيجاس او غيره. تمام، من غير ما تيجي تعدل او تعمل ريفورمات للفيديو بتاعك. تمام، فانت هتسطب هتضيف البيبي ايه، تعمل ابديت وهتنستول الهاند بريك. تمام، هينستور عندك الهاند بريك اللي هو بالشكل ده. هتفتح الهاند بريك، تمام، وهتقول له مثلا الاوبن سورس، تقول له الكازم ده دوت ان بي 4، ده الفيديو اللي احنا عملنا له كابشر المره اللي فاتت، وقلت له ستارت انكودينج. تمام، هينكود الايه الملف دهوت وهيخلصه تماما. تمام، هو كده خلص الانكودينج بتاع الملف اللي اسمه كازم دوت ان بي 4. تمام، وجنريت ملف الديتا، وراح بقى فين الملف ده عشان نعرف هو فين في الفيديوز. نروحين نعود على الفيديوز، من الفيديوز هلاقي الكازن دوت ان 4v. تمام، ده كده بقى الملف ده ينفع ان انت بقى ايه تبعته على الويندوز، تفتحه على كامتازا ستوديو وتفتحه على اي برنامج ايديتنج تاني لو انت مثلا مش عايز تشتغل على الاوبن شوت او اي برنامج تاني على الاوبونتو. تمام، ده باختصار شديد ازاي ان انت تعمل كومبليت فيديو ايديتنج على الاوبونتو. حتى لو انت عايز تنقل الملفات بتاعتك على الويندوز وتشتغل على اي فيديو ايديتنج على الويندوز، هتلاقي برضو الموضوع سهل وبالنسبه لك باستخدام البرنامج اللي اسمه هاند بريك. تمام، اي اسئله استفسارات تعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.